من أهل الكتاب أم واليوم الآخر ويؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والذاكرين والعاشقين والحمد لله رب العالمين ورسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لن يظالم ثم إذا فضه ثم لن يفلته ثم قرأ وكذلك أخذ ربك إذا فضه قرأ وهي ظالمة إنه له